مع استمرار الحذر الإسرائيلي من منظمة حزب الله في لبنان مع تقارير أشارت إلى تعاظم قدرتها العسكرية، الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية في أرض تحاكي قرى في جنوب لبنان. مراسلنا مرعي مرعي تواجد في التدريب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وعاد لنا بما يلي. 12 عاما من الهدوء النسبي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مرت منذ حرب لبنان الثانية. خلالها قام الجيش الإسرائيلي بتطبيق الدروس المستفادة من تلك المعارك التي مرت بها قواته. كثف الجيش الغلاف الدفاعي على الحدود اللبنانية من آليات وتنوع القوات كالمدرعات والمدفعية والمشاة والهندسة والاستخبارات، ما يستلزم وجود وحدة خاصة تربط بين جميع هذه القوات خلال المعركة. وتدعي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية استثمار حزب الله بشكل كبير لتحويل القرى الشيعية في المناطق المتاخمة للحدود الإسرائيلية إلى قواعد عسكرية. نحن نرصدهم داخل القرى المجاورة للحدود، يدخلون بلباس مدني إلى المنازل ويقومون باستعمالها كنقاط رصد تمكنهم من مراقبتنا. وأدى التحول الكبير في ساحة المعركة إلى اتخاذ قرارات هامة لبناء القوة في الجيش الإسرائيلي، حيث تم إنشاء وحدات مشاة منتظمة داخل الكتائب المدرعة. في كل كتيبة أغلقت فرقة مدرعة ونقلت إلى القوة الاحتياطية، ومكانها أنشئت وحدة مشاة كي توفر استجابة للمراقبة وتوجيه النيران ضد إطلاق قذائف الهاون، فضلاً عن توفير الوقت خلال المعركة لإحضار قوة مشاة لمساندة القوات المدرعة. لقد تغير جنوب لبنان وأصبح خطر تسلل عناصر حزب الله إلى الأراضي الإسرائيلية ونقل المعركة إلى الجبهة الداخلية سيناريو حقيقي يعمل الجيش على التصدي له. نقوم بنصب كمائن في جيوب الواقعة بين الشريط الحدودي والخط الأزرق لرصد ممرات التسلل التي سبق وتسلل خلالها عناصر حزب الله في السابق وممرات تسلل متوقعة. على الحدود الإسرائيلية اللبنانية شمال إسرائيل يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدريب على عدة سيناريوهات، ليبقى السؤال هل التدريب هو على معركة محلية قادمة أم أنه على حرب شاملة؟ هذا هو السؤال هنا في الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد 12 عاما من حرب لبنان الثانية. هنا العديسي جنوب لبنان، مرعي مرعي آي 24.